قبل سنوات لو مررنا بالمكان المتواجد بوسط دائرة وسيف بتيزي وزو استقبلتنا رائحة كريهة منبعثة من المفرغة العشوائية قرب الوادي، إلا أن الشاب استطاع أن يحولها إلى حديقة تقبل عليها العائلات. نتابع التفاصيل مع صفية إبرودان وفاروق جلتو. قبل سنوات لو مررت من هذا المكان المتواجد بوسط دائرة وسيف بتيزي وزو لاستقبلتك رائحة كريهة المنبعثة من المفرغة العشوائية قرب الوادي، لكن اليوم وبفضل ابن المنطقة استطاع تحويله إلى مكان نظيف وساحر. C'est la réalisation de mes fins d'études, le terminer, c'est la récupération et valorisation de l'endroit de décharge et de le rendre endroit de détente. Bien avant, l'endroit a été endroit de décharge. Ça l'a déchargé. Après tant de sacrifices, j'ai renforcé les deux rives de la rivière, sur les pneus, aussi sur les arbres. J'ai attaché les hoyeux, j'ai regardé les canards sassifagés, les oies, toutes sortes de poules, de coques, plusieurs sortes d'animaux aussi. مغذقي الحاجة مقرا باسكو يجمعي عاد لي فامي غردقي مام رشيم شطاحي سنايس نقوين ندالافن مغذقي لطابلن ده نقي من قصار نزهو. استطاع أن يحول المكان إلى جنة فوق الأرض تستقطب عائلات المنطقة للراحة والاسترخاء وحديقة لتسلية الصغار. كل غاش إن شاء الله أن نمساعد عندك لفوس ذك فوس إن شاء الله أسنف كفو ذي ربيع ربيع ساعد وكي غير رياليزاتور دي بروجي ذكي أثنيا ونكن من الله إن شاء الله ميم لي زطوريتي لوكا لك إن شاء الله ومر لو كان ذكران ثامو غالي إن شاء الله غار ذكي أثعاون برشكي كي أنا يعني غير كل يوم تيدا فض أوز زمار دارا ميم با داد ديدا كي دي لوندر ويا كي حاشاكم لي زيكو لا ديسارج بيبليك مي ثورا الحمد لله طونك سيد يخدم من مكان كي صافي خدميت يعني سكوليست فهمت يا خدميت سكوليس ولا ذاك ذلا ذيك حمل لنا لا ناتير خلاص هادي انا بارف انا نجي كوستيف نجي لهنا كانت غابه كاع كانت زيك وحشا كانت هكذا لكن جا سي ربيع هذيك شو عندي زوج دراري كل يوم نجيبو من هنا. رغم قله امكانياته لكنه نجح في تحويل مكب نفايات وواد تصب فيه كل قنوات الصرف الصحي بالمنطقه الى مرفق ترفيهي سياحي كانت عائلة دائرة وسيف بحاجة ماسة إليها.